تكيلا. رجعنا لكم في تكيلا 27 دقيقة على راديو ميتش، نحكيو ساعة هذية على الكورونا الرعب يطوري بتاع العالم الكل. ضيفنا بحضنا مهدي الحسيني، رئيس جامعة تونسية لأدلة السياحة في تونس. مرحبا بيك. مرحبا عايش. شو المرة بحضنا مهدي، كل مرة نجيبك في موضوع أخطر من اللي موضوع الساعة. صحيح، كل مرة في مرة أخرى في موضوع الحافلة والأكسبيون. عمدون الله يرحمهم مرة أخرى. توا في الكورونا ماذا بيا تجي تحت المحضر خير نهار مهدي. إن شاء الله أنا على ذمتكم، مستدعوني حتى في فرنجي. نورتنا سينون زيدا. ضيفتنا سينية من الصين لكن مقيمة بتونس، مترجمة فيفيان هي. مرحبا بك. سلامة. شنو أحوالك؟ لاباس الحمد لله. شنو تنبهروا كيفاش فيفيان تحكي تونسي؟ هي كان بالأول قالت لنا بالصيني وبعد صحيح. كيفاه عسلامة بالصيني فيفيان؟ نيها نيها فيفيان لاباس. زعما مرة عاود نيها صحيح ولا نحكي صيني شوية؟ عنا أمينة ليل كونيكور معنا يحكي صيني بارفيتمون معناتها يبر. باهي دونك اليوم نحكيو على التعامل التونسي مع الوافدين للوقاية، مع الوافدين للوقاية من فيروس الكورونا، تعامل مع السياح الصينيين زادة. أنتم كديجيت ومترجمة أكيد تتعاملوا مع الوفود اللي خطت لتونس، وأكيد عندكم آخر التفاصيل حتى للبارح ولا لليوم شنو صار. أول حاجة أكيد أنتم بتشوفوا المطار تستقبل الوفود وغيرهم، الإجراءات خلنا نحكي مع مهدي بعد فيفيان تحكينا أكثر على تفاصيل المرضى ذي. تقول لي عندك عائلتك الحمد لله هما لاباس، سألتك وإن شاء الله إن شاء الله يقعدوا لاباس. دونك وفود قاعدة خلطت بلوتو آخر وفد تولي خلاص عنده أيامات مش برشا مهدي، خلطت تونس وفد من الصين. هل المطار اليوم فيه عملنا فيه جميع الإجراءات الوقائية من الفيروس هذا الكورونا؟ والله بالنسبة أول الإجراءات اللي تم اتخاذها معناتها في تونس الأيامات الأخرانية، خلينا نقول من آخر أسبوع الفارط وأول أسبوع هذا وقت اللي بدأ المرض نحكيوا عليه برشا معناتها في وسائل الإعلام، وحتى الصين معناتها حذرت ووقفت توا معناتها ما عادش فما ديفواياج توريستيك، وقفت الرحلات السياحية لكل أنحاء العالم. في مطار تونس قرطاج صحيح تاخذوا بعض الإجراءات اللي منهم معناتها الديتكتور اللي يفيقوا سيرتو بالأشخاص اللي عندهم حرارة تتجاوز 37.5، من بعد في صورة ما معناتها يفيقوا بشخص اللي الحرارة نتاعو مرتفعة يمشي يعمل ليزاناليز في المستشفيات، ومن بعد يتبعوا الوضعية نتاعو. بون حتى لتوا الحمد لله معناتها معانا حتى حالة ديتكتي معناتها من السواح اللي جايين لتونس، معناتها ليزاناليز اللي خرجوا حتى لليوم الصباح ما فما حتى واحد مصاب بفيروس كورونا من السواح الصينيين اللي جايين لتونس في الفترة هذه، خاطر كما تعرف الفترة هذه تعتبر موسم الذروة بالنسبة لل السوق الصينية. توا عندهم فترة متاع عطلة، رأس السنة الصينية كان الأسبوع الفارط معناتها نوفيلون شينوا، وتوا بيريود دو فاكونس برشا صينيين قاعدين يجي، وهذا البيريود دو بيك أغلبية وكالات الأسفار تشتغل معاهم النزول كيف كيف. زاد كيما نعرفوا احنا بعد رأس العام متاعنا معناتها 31 ديسمبر تصير الباس سيزون معناتها في تونس، ما عادش فما برشا دي توريست أوروبيان ولا توانسة. توا الحاجة الباهية من 2016 لتوا اللي ولات المارشي شينوا يجي في الفترة هذه، معناتها يخلي الوتلة تقعد ديما تشتغل الطلاج البيرسونيل لي غيد توريستيك كيف كيف. مالوغوزمون سنا جاتنا الحكايه هذه نتاع معناتها الفيروس بالطبيعة ان شاء الله معناتها في الصين ربي يحفظهم، ان شاء الله ربي يحفظ التوانسه زاد كيف كيف العالم الكل. هذه حاجه انسانيه بالطبيعة، والحاجه هذه باش تاثر علينا معناتها خاصه على السياحه التونسيه وعلى الاقتصاد التونسي. حتى نوصلوا لها ان شاء الله احنا نطمنوا على صحتنا، ومن بعد الاقتصاد هذاك سنسنا به الدهور وتم سيرش. المهم الصحه لاباس معناتها توا بالحق، حتى المتفرجين المستمعين يقولك عطيني الصحة لاباس. انت قلت تعديوا فما اليوم وافدين ولا سنيين سياح مشاو عملوا ديزاناليز، معناتها هذايا تحب تقول لاباري اللي مركزة توا في مطار تونس كابتيت معناتها شكون عنده حرارة مرتفعة صحيح، ومش يعمل ديزاناليز. كيفاش تعمل العمليه؟ وين يعملهم ديزاناليز؟ وين يقعد حتى يطلعوا ديزاناليز؟ نعرف فما وقت انك تعمل ديزاناليز وباش يطلعوا ديزاناليز، كيفاش اجراءات هون؟ هي بون احنا كي نقولوا حراره مرتفعه مش معناتها حراره مرتفعه راهو مريض بالفيروس هذايا، كيما نعرفوا الناس كل قريب تعمل حراره، برشا امراض اخرين يعملوا حراره يعملوا ارتفاع خلينا نقولوا نتاع حراره. الديتكتور ما ينجمش يعرف اسكو اكوز ماتا دو فيروس والا حراره مرتفعه من مرض اخر عادي، ماتا ينجم يبرى منه بالادويه العاديه.
احنا اون ديتكت معناتها الحراره من بعد وزاره الصحه هي اللي باش تواصل معناتها مع احنا بالنسبه لينا دلي سياحه ولا اللي يشتغلوا في الميدان السياحي ما نعرفوش فين معناتها اسكو مستشفى عمومي كلينيك معناتها الاكثريه باش تكون في مستشفى عمومي حسب معناتها العرف الجاري لكن من بعد بالنسبه للسويفي اسكو بعد لي زاناليز اللي باش يعملهم باش يقعد قاعد في السبيطار باش يرجع للمطار هذه الاشكاليه اللي صارت ليامات الاخرى خاطر احنا يمكن اول حالات فيقوا بيهم معناتها عندهم سخانه طالعه شويه كانت ما بين البارح واليوم وقتها يمكن ما عرفناش كيفاش نتعاملوا معاهم بالكدا علاش على خاطر بعد ما عمل الاناليز اول حاجه جات من وزاره الصحه قالوا الحليفه هذه تنجموا تهزوه يكمل يمشي للوتيل مع بقيه الجروب رغم اللي النتيجه مازالت ما خرجتش معناتها كان جاي مصاب تولي عادة زايد الإجراءات اللي نعملوا فيها هذا هو اللي صار كي مشي الحريف للنزل اسمع مكتعرف احنا ما تدبوش او غاية تتعدى المعلومة راهم تعطلوا في المطار هزوهم للسبيطار العباد تخاف سي نورمال تولي تات بانيك النزل اللي في تونس المدير متاعه ما حبش يقبلهم مطار فضن ويستقبل الحريف هذا اللي ارتفعت الحرارة متاعه هذا قانوني ولا لا بون الحريف عنده اون ريزيرفاسيون معناتها نورمالمون عنده الحق يستقبله ما نجمش يمنع عليه اون بليس عنده حتى شيء يثبت اللي هو مريض ولا حامل الفيروس جوست كان يعمل في اناليز اي اما ما تنجمش انت ما تقبلوش كنزل معناتها اذا كان وزيره الصحه شخصيا حسب ما سمعنا بيان سور هي اتصلت باش هما يروحوا به الحريف للنزل نتاعو وزيره الصحه تنجم تخطئ مهدي كان بعد ساعتين خرجوا ريزاناليز واثبتوا لهذا الحريف مصاب بفيروس الكورونا هوني شنو صار هوني تعداول الوفد الكل تعداول العاملين بالنزل الفيروس اللي بتوح في النزل هوني تولي كارثه ولا تنجم تكون في صوره ما مع كامل احتراماتنا لوزير الصحه لكن تخطئ تنجم تخطئ بيان سور هذا خطا وارد معناتها انسان ماهوش معصوم من الخطا والخطا وارد في كل حالات لكن كما قلنا احنا الاجراءات اللي اتخذناها من الاول الرقابه ولا المراقبه باهيه لكن السويفي من بعد لقينا شخص عنده حراره مرتفعه نورمالمون معناتها المعمول به لازم يقعد في البلاصه اللي فيها اطار طبي وفيها اجراءات نتاع تعقيم ووقايه اما ما يخرجش من في عزل حتى لين تخرج النتيجه يطلع لاباس عليه يكمل الرحله نتاعه ويمشي للنزل ويطلع في الحافله هي المشكله اللي صارت يمكن مازالت اول كام ما عرفناش كيفاش نتعاملوا معها اوروزمون طلعت لاباس طلعت النتيجه خاطر بعد ما خرجت من النزل ما قبلوهاش تكفلت بها السفاره الصينيه في تونس هي اللي خذتها شارج وهزوهم الدار معناتها تتبع السفاره وفروا لهم اطار طبي كامل وطلعت النتيجه نتاع التحليل اللي معناتها المراه صحيحه حرارتها عندها سخانه مش لكن مش من فيروس الكورونا ورجعت معناتها على اليوم الصباح اليوم الصباح بون بالنسبه للي كانت اليوم ما عنديش فكره شنو صار بالضبط اذا عطيتك اللي صار البارح سيرتو في تونس اليوم سمعنا سيرتو حكايه النزل اللي قالوا يمكن باش يوفروه في جهه من جهه تونس بعد تم نفي المعلومه هذيا حتى التو حالات حرارته مرتفعه اليوم الصباح هذاك السؤال ما عنديش فكره ما عندك فكره ان شاء الله ان شاء الله هذه الحاله الوحيده اللي سمعنا بها احنا معناتها كانت البارح اليوم بالنسبه اليوم ما سمعناش هذا يتو بالنسبه للسويفي والتعامل بعد باش نرجعوا نحكيوا على طريقه الاستقبال والتعامل مع السياح السينيين نمشيو لفيفيان اكيد على علم اكثر بتفاصيل الفيروس هذايا الوباء الصين تعيش في حاله من الهلع مش اخانا كهو اخانا نحكي على المدينه اللي خرج منها الفيروس يظهر لي كل شيء يدخل بعضه في الصين قد نشوف حتى فيديو نتاع اخان فارغه الناس ولات تخاف تخرج تخاف تحوس تخاف تدور يمشوا يقراوا مدارس يظهر حتى الدروس تعلقت في الصين توا مش كعبيت خاف على يخرج حتر نحن في الصينيين نحن نكترهم ما اقعد في دار خير حتى هذا فيروس كيفاش تعدي تعدي كونتاكت مع شكون ماسك ولا تعطسة ولا كوخة واخرجوا فيروس هذا أما هذا فيروس مش كان شكون فما سخانة ولا شكون كوخة مال يوم كان شكون ما فماش سبتوم ما فماش أعراض تجب تكون مصاب بهذا الفيروس وي حتى هذا فيروس أكثر لي عديت عبيت كبار فما شكون عنده دونسيون فما شكون عنده سكر الامراض المزمنه هي اللي وهي اكثر اللي تعدي واكثر اللي كويا تعدي كان توا نحن اليوم انا شفت نحن تجا فما تسع عمريه وويش حكيك شو تسع عمليه 900 تسع عمليه تسع عمليه تسع عمليه تسع عمليه ست عمليه و95 96 و95 مصاب شو
معناها سو فما فيروس هذا اما كان مادته 133 عبيد يرحم 133 عبيد هما اكثر لي عبيد كبار كبار في العمر يعني كبار عمر لي ديجا ايموني سيستيما طايحت فما 123 عبيد لبس علي خرج من السبيطار يعني اصيب بالفيروس وبرا تم العلاج لازم نقول لي فما شكون تمرو تو اما ايموني سيستيما كويا و كما عادي غريب وبعد لبس علي لبس علي لبس علي عبيد ولا لبس عليهم لبس علي فما شكون فما واما فما شكون وليلي ما فهمش السبتوم أما تعدي فيروس تعدي هذا شنو نحن خاف نحن ندعو قول لي نس كل أقعد في دار لما مشيش حد برايس وساكرين مش كوهان أخرين برايدة زيادة ساكرين ما فهمش ترانسبور شنو ما تعديش فيروس نس كل فهم ده وأما اليوم سمعتهم زيادة وصلهم ميكلا في ووهان وصلهم ميكلا وصل بيان شوف ما باش عبيت وصل لنحنا وصل لماسك كل شيء للوقاية من الفيروس تجا اليوم خير ما أمس ده تحسن يعني خير ما أمس أنت قلت لي وانا نعرف إذا الفيروس يموت في درجة حرارة مرتفعة شوية يعني سخانة اللي توصل ال قديش قلت لي 20 درجة؟ ما تكي تسخن الدنيا. تسخن الدنيا. وي. فيروس هذا كان الدنيا سخونة ولل 22 دوغلي شمس كويا وفيروس مات تا واحد واحد. يموت وحده كي تولي الدنيا سخونة. أنا سمعت البارح هذا تصريحات قالوا اللي في الصين تمكنوا من أنهم يحلوا الفيروس هذايا ويعرفوا أسبابه دونك ولاو ينجموا توا يصنعوا دواء. الفيروس تلقيح خاطر ما كان فماش دواء تلقيح في حد تلقيح حتى التلقيح لا دواء مازال مازال التلقيح التلقيح هو اللي طوروه معناتها هاي نحن نتوا في السين ما تنجمش تداويه لكن تنجم تلقح لشكون الوقايه معناتها يسمع مدى تيست كل شيء مليك ما فماش بروبليم بعد خذوا الدواء نحن زاد دواء قلت له ملاحا كيفاش انفيتيشن استدعاء طبيب ولا بروفيسيون اخرين امريكا براس اخرين روسي وجي جاو باش يجيبوا هالي على الدواء المانيا زاده شلا ربي معاكم خلينا نحكيو انت تعرف اكثر ربي للناس وما يحبوا يسمعوا بيان سور على تعامل مع السياح وغيره باش نحكي معاكم بعد كمترجمه تستقبل في الوفود الصينيه اللي قاعدين يجيونا من الصين او من اماكن اخرى زاده معناتها مش موجوده كان في الصين الفيروس راه لازمنا نعرفوا اوكي خرجت من الصين لكن موجوده من في أماكن أخرى نخرج نعود نرجع نكملوا باش نحكيهم بعد على عوارض والأعراض اللي سمتهم تاع المرض ذي طريقة الوقاية منهم وغيره تونس شون وزارة الصحة بتبعت في الإرساليات القصيرة أكيد حتى انت وصلتك مساجة من وزارة الصحة قالك أغسل يديك بالبيه وكل شيء أنا وزارة الصحة لتورا بعثولي راب ربي بعثولي خنت هنا راني بكلة بعد شوية خلينا نرجع دونك فما وفود جاي من الصين نعرف لي اخر وفد معاش باش يجيو ديسي معناتها البيريود جاي خاطر تم تعليق الرحلات اخر وفد جاي من الصين الحمد لله ما تمش فيه تسجيل اصابات كما اخر اخرجوا 27 جانف ديجا كوست في نهار 27 معناتها رئيس 27 رئيس واقف في كل اجونس جروب اما ديجا في 26 ديجا واقف ديجا ما وقفوا الرحلات اخر وفد يدور يوصل اليوم صباح والبارح هي فما شكون وصل اليوم فما حد شكون يوصل غدوه زاد مالغري لي الرحلات وقفت نهار الاثنين علاش على خاطر الصينيين كي يسافروا ما يجيوش لتونس كهو معناتها هما كيما تعرف ديستيناسيون بعيده يعملوا ان سيركوي معناتها ما بين المغرب وتونس اكثريه الحالات فما حتى شكون يمشي لمصر فما شكون يمشي لتركيا هذاك علاش الجروب اللي جايين مثلا اليوم ولا جاوا البارح ولا باش يجيو فما حتى ديزاريفي هما خرجوا قبل ما تسكر الصين معناتها قبل 27 جانفي خرجوا نهار السبت ولا الاحد مشاو للمغرب عاد يوصلوا معناتها جايين من المغرب ولا هم في المقربة جا خمسة مينيمون خمسة أيام منها خمسة ستة فمش كون سبعة فمش كون تسعة أيام كان مغرب ما فهمش حد شيء أنت مشيت للمغرب يظهر لي زادة معناتها أنا ما مشيش معناتها عندك فكرة على الإجراءات يظهر لي في المغرب مقارنة بتونس خاطر حكينا يظهر لي في الأوف خاصة على المطار مطار تونس قرطاج والمعاملة معناتها كيف تكون والماسك واللبسة وكذا تعادي مغرب وصل حنانا حنا نسرهم في مغرب وفي في مدار كيس اندوما تمبراتورة فمشكون عمدة ديست اندوما ولا
لا ما فماش حتى واحد و ما عملوش فحوصات ما عملوش حتى واحد في المغرب هذا في المغرب هذا المغرب اما في تونس يعملوا في الفحوصات كل شيء نحن اول جروب اجنس نحن هزد انا و25 بعد البروبليم هذا وانا سمعت شفت فيسبوك 24 فما تونسي قال لي في ما تعرف في تونس ما فماش شكون عملت تيست ما فماش شكون شوف اما 25 انا حزت كروبا عند 15 عبيت خرجت من كروبا نسكرت عدد تيست عملت تمبراتور هذا الجروب اللي تلقي اللي تستقبلته انت لكن ما حقيقة ما عرفش كيف بالكم بها اللي دارت برشا على الفيسبوك الجروب الوفد الصيني اللي جاي لتونس ابارامون قبل ما تتراكز تدخل لي زاباري معناتها ما نعرفش ما عندناش التفاصيل ما حقيقة انه في المطار ما غير حتى فحوصات وشوفنا تصور دارت في الفيسبوك والله فما صحيحه صحيحه الحكي ما تصحيح حتى احنا توا وقتاش بدينا نحكيوا برشا وحاطين الضوء على المشكله هذيا وقت لي الصين وقفت الرحلات ومنعت السفر اللي هي نهار اثنين لكن فما دي جروب اللي جاوا قبل خاطر هي العطله نتاعهم بدات من الجمعه اللي فاتت لي جروب الكبار جاوا الجمعه اللي فاتت خاطر الجمعه اللي فاتت راس العام نهار الجمعه اللي تعديت لو 24 كان مانيش غلط المهم سيتي ماتا فوندردي هكاك فوندردي جا خرجت جروب وقت هذاك ماتا لي جروب الكبار اللي جاوا وجات دي زاريفي ماتا كما نقولوا 100 واحد 150 واحد مع بعضهم على نفس الطياره وقتها ما فماش كنترول مازال ما فماش كنترول وحتى في الديوانه فما هكا شكون يحكي معناتها نتاع خرجهم فيسا باللي فهمت بعضهم علينا الحاجه اللي هكا لاحظناها احنا نهارتها والعباد معناتها استغربت معناتها نورمالمون معناتها ما تعملش هكا بالعكس المعامله معناتها تحكي على المعامله مع السياح ما فهمتش بالعربي فاش تقول بالجريماس تاع الوجه وبطريقه التعامل باش يلاحظها وانت بيدك حتى كيش تخاف على روحك معناتها صحيا ومش المرض هذا ما يدخلش معناتها لتونس نورمالمون تتخذ الاجراءات اللازمه مش خرجهم فيسا بعدهم عليا انا وكهو ورمي الكره بالنسبه لاجراءات الوقايه فيفيان لي ماسك وشنو شفت انت في المطار طريقه الاستعمال نتاعهم على لي ماسك هذوما او البسوا لي زاجونس نحن خاطر نحن يخدم في اجونس كل كلمه مع بعضهم كلمه لي زاجونس حاضرين نحن كل ماسك كل يوم هما جديد نحن نزيد فما ترمومتر فما ليكيد تاع نوكسيدي كل موجود زيد وقتاش خرج هما من مدار ديليكت عديد هما كل واحد كل يوم صباح عدو هما عودوا جديد زيد نحن نزيد حافين وكلمة نحن نكلموا على كل يوم البس هي خير لها عندهم خير لها عبيد أخرين فهم ده تحمي روحك وتحمي العبيد زيد صحيت هما كل يلبسوا نحن حتى خوتيل يلبسوا دعوة وانا امس نمشيت بميوزي بعد وشفت عبية تخدم هذه ديجا يلبس ماسك عجلهم مع في متحف باردو هيد وفي كروين زيدا عديت انا عديت مرا ماسك انا قلت هي البس خير حتى عندي اكثر كونتاكت مع والعاملين في المطار هذا بالنسبه للوفد لابسين كلهم دي ماسك العاملين في المطار لابسين دي ماسك ما دار امس انا واصل جروب هذه ديجا فما شكون البس فما شكون ولا الكل فيفيان مش كل صحيت ما شنو واحد نجم يتعدى ما تبش نعطيك الصحيحة حتى تو هيك تحكي لك حتى على ليزاجونس ولا احنا كيفاش قاعدين راهو مش وزارة الصحة كلمتنا والا عطاونا هكا انستون في المطار نورمالمون هذا اللي لازم يصير توفر لك هي في المطار انستون تحط فيه لي ماسك وجيل هذا ديزانفكتون كل شيء اللي قاعد يصير راهو كله مبادرة من عباد معناتها انا كدليل سياحي ولا احنا كجامعة تونسية لأدلة السياحة انصحنا الزملاء اللي الويكاند ما وفرتلوش يمشي يشري على روحه معناتها من الفارماسية ماسك يلبسه ويغسل يديه ويرد باله فهمت فما بعض وكالات الاسفار زاد مشكورين اجتهدوا وحدهم وهما وفروا معناتها لي ماسك للشوفور والقيد وحتى للكليون كان ما جابوش يقول لك اعطيهم انت واكد عليهم باش يلبسوه فما حتى شكون وفروا كل جال هذاك في الكار فما ديزاجونس اللي وصاو باش يعقموا الكار كل يوم مبادره كما قلت لك زاد من وكالات الاسفار معناتها فرديه لا فما من وزاره السياحه لا وزاره الصحه ما فما حد وفر معناتها معدات للحمايه ولا للوقايه معناتها هذاك علاش فما ناس اللي تدور بلاش ماسك حاجه اخرى بلا سماح مروه قبل الحاجه سامحني انت فما البوب هنا لازم نتعدى في وقتها وبعد نرجع لك تهنى منش باش نقص عليك يلا
لو بريستيجيو تشيركو اورفي ابتداء من 24 جانفي حتى 9 فيفري 2020 بجانب دار الشباب نابل دي ترابيزيست فولون سبايدر مان تريو سيكلو ايريان وعروض مع ديبونيز والاسود بطبيعه الحال افولاين 92 910 888. تشيركو اورفي 2020 اون ليجوند كي كونتينيو بمساهمه سي تي ان اي راديو ماد. رجعنا لكم دونك كاملين مع ضيوفنا مهدي. كنت تحكي في نقطه حكينا سورتو على الوقايه وعلى ماسك والجيل حاجه اخرى تو حتى احنا قلنا بمبادره شخصيه الناس لبست لي ماسك مي احنا في تونس كما تعرف مانيش مستنسين معناتها نلبسوا لي ماسك معناتها حتى قاعدين نستعملوا فيهم بطريقه غلط حكيت حتى مع فيفيانا قبيله معناتها ما نعرفوش كيفاش نلبسوا فما عباد لابسينه مقلوب فما اللي لابسوا مهبطوا شويه على خشمه معناتها قاعد الهواء يدخل له فما اللي مسوا بيديه هبطوا شويه يقعد يحكي ولا شعل سيجار ويعاود يرجعوا ديجا لو كونتاكت مع يديك وواحد كان فما فيروس انت هكا عديت روحك بالهواء وبالمسان معناتها حتى طريقة لبسان الماسك ما فما حد ورانا فماش سنسيبيليزاسيون فماش حملة نتاع توعية في تلفزة في راديو وفي مطار حتى يجيب طبيب يوري للعباد معناتها ما فما شيء مبادرة شخصية وحتى اللي لبسوا لبسوا بطريقة غلطة خلينا نقولوا الأغلبية زاد الأغلبية واحد منهم معناتها كنت نلبس فيه بطريقة غلطة صحيح ما يعرفش أنا بيجي ما نعرفش كيفاش حتى السيد الفارماسيان اللي يبيحوا لك ما يقولكش كيفاش تعمل ليه واللي قلت توا سي تخي تخي غاف أنا بالنسبة لي نحكي على العاميين في المطار مش نحكي على تونس كاملة شلون يلبسوا الماسكات العاملين في المطار بالنسبه لي انا وزاره الصحه توا في الظروف اللي احنا فيها كيما حطيت اباري باش قيسه سخانه اول حاجه تخمم فيها قبل لاباري اللي هي ما تكلفش حتى برشا فلوس دي ماسك العاملين كل ما فيهاش هذيا معناتها هذه ابسط حاجه اش معناها عامل ياخذ مبادره فرديه ويلبس وحده والاخر ما لبسش هذيا لابس والاخر بجنبه ماهوش لابس تو هذيا دوله معناتها تخاف على مانيش ندرمي في التهم هذا امر قومي راهو يا مهدي معناها كي تقول لي ماسك يلزمك اقل حاجه وزاره الصحه اليوم وزير الصحة عملت زيارة للمطار البارح لبس الماسك؟ لا هاي تفرج فهمت؟ معناها فريمون من المضحكات المبكيات سامحوني معناها فاتتهم حكاية الماسك يلا يا سليم قلت لي تحب ولكن لا مش نحب نحكي لك على على على, على الوقاية ولا حكاية الماسك إذا كان يوسف يعني المبادرات الفردية دائما تونس كانت تبادر فردة واحدة في برشا حاجات حتى في الكورة حتى في الجري حتى في التنس حتى توا معناتها كلها مبادرات معناتها نتاع اشخاص ولا حتى المجتمع المدني صحيح هذوما معناتها ولا نتاع معناتها قال الجبالي وين الحكومة هذيك هي وين الحكومة صحيح هو, هو في الحكومة معناتها لكن انا اش حبيت نقول نقول اللي اذا كان توصل للدولة باش تعلن مثلا ولا باش تحسم في الماسك يكون اجباري وتوزعوا سيتانكا في مطارنا اي حتى في المطار حتى في المطار ما حتى في المطار نفس الشيء حتى في بامبورت وين اذا كان هي تاخذ عاتقها وتقول تو باش نسكر المطار خاطر تعمل هذاك سنه بات سونس شو سنه بات سونس لك عزيزتي آه. يا وقت اللي تسكروا وراه فما مشكل تعمل هذاك وقايه والوقايه يعملها اي شخص اي شخص اذا كان توصل هي الوزاره تقرر باش تعمل الشيء هذايا كل سي كلكو شوز دو سولينيي اي دو غراف سي تادير رانا اوني في ايتا متقدمه وعمرهم ان هي الحكومه اللي صارحت شعبها فهمت رانا في 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 وضع متقدم والبسوا لي ماسك وانا انا بديت تو نفهم اللي الشيء مو موجود من لي ميساج اي بي لا باغي خلينا نكمل لك حتى لي ميساج سي با اوفيسيال سي با اوفيسيال تاع الوقايه ما نعرفوش حتى شكون بعثها ما لازم نعرفوش وزاره الصحه هذيك وزاره الصحه وزاره الصحه وزاره الصحه ما اوفيسيال كي تحط لك اباري تقيس درجه الحراره تحط هذيك عادي هكا وقتها انا با كونفيرمي 100% ما تلبس ماسك ولا كونفيرمي لازمك تكون موجود هذاك انا نحكي فما فرق بين الوقايه بين الوقايه فما فرق بين الوقايه وبين المقاومه نحن توا مازلنا في الوقايه مازلنا ما نعرفوش موجود مش موجود اي انا نحب نوصل وزاره الصحه الماسك وقايه راهو سليم باهي يا وزارة الصحة تسمعوا اي تسمعوا فيا اي ما الماسك مش دواء وقتاش الدولة عملت انيسياتيف فهمتك اي قبل وقتاش صارحت قالت قداش عندنا من 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 ماسك عندك انت ماسكوات في الخزنة بتاعك فهم دواء ما فماش هو توا اذا كان تقول البس تقول لي عركة فماش ازمة توا اللي ب 20 دينار وهذه حاجة وحاجة أخرى سامحني وحاجة أخرى التونسي زاد يلعب على الفازات
يلعب أقولك شو بعده يلعب على الفازات يلعب على الفازات حتى إذا كان تعطيه ماسك طب يحطوا في راسه يحطوا في عينه لا الروح ما فيهاش سي بابريما سي هكاكا كا البس هكاكا ولا موش سي ها البس ملاحة ما لبسش خير ما يربس الشخير ما يربس الشخير بالغالب تقصد كما قلت انت حطوا على رأسه ويهبطها ويربس ولا واحد ماسك يلبس خليه ولا تثنيام ولا حمس ايام ملاحة ما لبس خير ملاحة نحا وحكيكة تعيش ولا نحا حريضة في جبك وخوت وزيت حكيكة ما يربس الشخير ماسك حاجة باهية والحاجة ملاحة مش يسر يسر حاجة باهية نقص ايدي انا نقول لك حاجه اخرى نقص ايدي خير من الماسك خير من ماسك باشا نظافه هي نظافه نقول لك حاجه اخرى انا على التونسي زاد ها اللي ماشي عليه هذيكم صح في علمك اللي غدوه باش تلقى في الاوتوروت يبيعوا فيهم هذوكم اي عادي وفي الحوانت وفي لي رونبوان ما همش كاشتي ومش كاشتي يبيعوا فيهم المال والعباد تجري وبالصف والعباد تجري كي دراب ولا كيما كي كاسكوتيش في الستاد مش مستانسين يتاجروا في كل شيء مش مستنسين احنا زاد بفيروس بوباء بحاجة هكا نزينا لتونس على ذكر الوباء بربي فيفيان في وسائل اعلام اجنبية تبعتنا معناتها في وسائل اعلام اجنبية حكيوا على المعاملة تجاه الصينيين في حد ذاتهم اليوم السؤال هو شنو اليوم انت كصينية مقيمة بتونس وعندك سنين في تونس لكن ابريتوم الهيئة يعني اي انسان يشوفك بش يعرفك انت صينية دونك المعاملة اليوم تجاهك من قبل التوانسة كيفاش أو على الأقل هل تغيرت يعني المعاملة من التوانسة تجاهك أنت معناتها التوانسة معاك أحكي ديما بالدرجة نحكي بالدرجة بدلت المعاملة بتاع التوانسة ولا كما قبل ولا هي قبيلة سامحني شو نقص عليها حكيت لي حكاية جيت من الأوتيل لهنا في تاكسي قبل ما تطلع جيت تلبس ماسك من بعد خاطر مشيش كان نلبس الماسك ما يطلعنيش نحاته معناتها ديجا حست العباد المعاملة معناتها حتى أنا خرجت جروب 29 عند سيركوي عند سوسة مدينة وقتاش نمشيت ونحن يربس ماسك وزيدا جيد زيدا يربس ماسك نمشيت مدينة فما باش عبيت فما عبيت عيد نحن قولوا علاش انتم تجيبوهم هنا وهم قالك علاش تجيبوا سوسة معنا وعلاش تجيبوا مدينة علاش وصلوهم في مدينة وانتم يربس ماسك ونحن نحن ما نفهمش حتى شيء وجيبوا هنا ونحن ما نشتسين ماسك نحن هنا نضمرتو هكيكا وانا فسره هما تعديد خرج من السين فما كونترو على تمبيراتورا وقتاش نمشو تكادار تمبيراتورا شوف هما تعديد 7 أيام في مغرب ولبس عليهم وزيد وقتاش في مدالة في تونس زيد شوف هما سلام ما خافش كان فما حاجات نحن كل حدا انا خاف اسكن في تونس فما خاف ياسر زيد فما شكون طفلة وشوفني اربس ماسك في بلي عند فيروس وجايين ونمشت كياس اخرى وبدلوا اثنين بدلوا حد اليوم وصل جروبة عند جديد جروبة وصلت اليوم 29 في مدار خرجت جروبة برايس هدوما كل فريق ليس كلنا مش تبلاس اخر بدا علينا خايفين ربي في فيان فما سؤال ويسألوا فيه ليس معفينا تاو الجروب اللي تخرج فيها مش حاول مبسط لك تعديوا على الاباغي ما عندهمش سخانة ولي عنده سخانة مش يعمل زاناليز لزاناليز قالوا ما عندهمش الكورونا خاطر كان عنده كورونا راه مش بش يدوروا معاك البر مش يتسائل التونسي هنا وانا نعذروا علاش لبسه ماسك كي متأكدين 100% الجروب ما فيه حتى واحد مصاب علاش لابس ماسكين حتى وقتها حتى هو ما عنده الحق يلبسوا ماسك انا حابه قلت لك علاش حاضر مش كان انا جروب واحد احنا فما باشا جروب زيد فما عبيت جايين وحده كيفاه واحد اي تعدى على المطار مش تعب في جروب مش تعب في اجونس فهمت اي تعدى على المطار نحكي الاجراءات تعدى على المطار اي اخبار ديتكتور سخانه راهو كيما حكيت لك هي قبيله راهو فما شكون ما تظهرش عليه السخانه مش الناس الكل اللي عنده كورونا عندها سخانه ينجم معناتها الايامات الاولانيين عادي معناتها هو بيدو مش فايق بروحه لمريض تعدى في المطار تعدى نورمال ما معناتها فهمت من بعد فيقوا طلعت له سخانه في تونس نجم حتى ما تطلعش السخانه والفيروس وهكاك فهمت دونك هذاك علاش انتم ما تلبسوا لي ماسك تدور مع الجروب وي هذاك علي يلزم تلبس لي ماسك مو انا تعرف فيفيان مش خطر في تونس ولا انتم من الجروب الصيني ولا تونس انا نتفهم كي يبدا واحد قاعد في المحل نتاعو يدخلوا له برشا ناس لابسين ماسك مش خايف منهم وهو مش لابس معناتها يقول لك
اوتوماتيكمون باش يعدين ولا فما حاجه خايفين منها دونك انا لازمني نخاف معاهم نفسيه الحكايه فهمتني مش مستنسين بها في مش مستنسين بالمراه حتى نحن في ازيا مش كان في الصين في جابون في كوريا نحن مش كان مكتشف فيروس اربس ماسك حدا شكون كوها ولا انت مريض ولا انت عندك غريب ونحن سين ديما يلبسوا ماسك صحيح حتى انت داس وقلت لها سامحني اربس حتى كان انت داس ولا هكاك انت قريب اربس واحد فهمت فالسين عندهم العقليه زرتوا نعرف يدوروا باللي ماسك بطبيعتهم هما في الشوارع راهو اغلبيتهم باللي ماسك يلبسوا لي ماسك احنا ما عندناش العقليه هذيا اللي حبيت مش نبرر لتغيير المعامله ما تبدلت المعامله مع ولا خايفين من السنين اما انا حتى اي جنسيه اخرى نشوفهم كل لابسين دي ماسك ولا مش لابسين هو راو هو خلينا زاد نكون واقعيين شويه هو عادي جدا ومبرر صحيح مدير معناتها في تقريبا يعني عده دول في العالم اخذت اجراءات ضد السياح الصينيين وهذا واقع خاطر هذا راو ضد السياح الصينيين لا لا ثم دول علقت الرحلات نتاعها هي السين جديدة علقت رحلات ماش فما رحلات معناتها لهنا عادي جدا خاطر نحكيه على فيروس هو عالمي وقاعدة تموت منه ناس يعني الأمن القومي بالنسبة لتونس لأي دولة أخرى في العالم بما فيها الصين هو أولوية والأولوية لهنا مع تقتضي أنه يعني تصير إجراءات كما هكا وتنجم توصل حتى لتعليق الرحلات وغيره داير احنا عنا تقريبا تويكا 14 طالب تونسي موجودين في 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 ووهان في الصين وتم تكوين خلية أزمة باش يشوفوا حل للطلاب التوانسة باش ينجموا يروحوا بهم مغادي دونك هي حالة متاع خلينا نقولوا استنفار عالمية مش كان في تونس أكهو في تقريبا في العالم أجمع وهذا منطقي جدا بحكم أنه الوباء هذا قاعد ينتشر في العالم عدد تقريبا المصابين كل يوم قاعد يزيد تقريبا يعني هو من أواخر ديسمبر أو وسط ديسمبر تقريبا تم اكتشافه الفيروس ومن بعد تم الانتشار وديما الأعداد قاعدة تزيد دونك منطقي يعني أنه الإجراءات هذه تصير في أي دولة في العالم هي الإجراءات حاجة عادية حتى هي تحكي سيرتو على الكمبورت مو مثل العباد معناتها بون معناتها لهنا يلزم تنجم تخاف اما يلزم زاد تمشي اما ليه خرجوهم عليا هذا غير منطقي لا شكون وقفوا هكا جيت شاملوا تصويره ليه هذم خرجوهم عليا شكون يخدم في اوتيل معناتها بيرسونيل نتاع اوتيل كيف يشوفهم داخلين اش مجايبهم معناتها ليه هذه ما كيف كوتي معناتها بروفيسيونيل هو صيني هو بيدو صيني او اي انسان معناتها هو يخاف هو بيدو خايف على روحه بيدو خايف سي فري فيفيان سينية ما تخافش على روحك عرفت شو ماسك خاف أكيد علاش تمشي تجيب جروب من الصين تخاف أما أنا هوني أنا اللوم على أصحاب النزول ده صاحب النزول اللي عنده شو اسمها مش لي فوت شو تسميه نتاع يعرف اللي جاي وفد من الصين مجمش تلبس العاملين في النزل دي ماسك والله فما شكون شفته في نزل وخمسة نجوم زاد السيرفور لبس ماسك جاي عيطوا عليه قالوا نحيه ليه عاد اي زي عرفوا قالوا نحيه على خاطر ستون معناتها مانيير ستولي خايف فيزيوال نتاع جوستومون كيما كل عام احنا وقيل صرت لنا عمليه باركونت فما وقت الاخرين ريسبسيونيست الكل لابسين دي ماسك قاعد نتعاملوا معاها لباس على راسه حتى فيرونا تمش نبدلوها باش فينا فيرونا تاع الكلوب باش يجيبوها كورونا باش يجيبوا فيرونا يزيدنا نحكي فيرونا هو حتى راهو في المعاملات راهو حتى لا الكلوبوست قدام زيد معاك علي اذا يحب الكلوب حتى في المعاملات على ذكر الماسك لازم يكون زاد مع الفيو نتاعو سلبي نوعا ما خاطر ما دام انت لابس يقول لك على كلام مروه صحيح نتذكروا احنا في عمليه ارهابيه وقت اللي عملنا الشرطه السياحيه الشرطة السياحية اللي موجودة على الشتوتات اللي بسلاح هذيك زاد عطات زاد تخوف ولا معناتها سلبية خاطر كي تشوف انت بانسان على السلاح بسلاح على الشط اوكي سيكوريتي كذا اما زاد راهو ينجم يحيلك معناتها تولي تقول فما خطر هذاك علاش هو لابس معناتها عنده سلاح هذاك هو لابس ماسك دونك فما خطر جوستومون اما لازم العقليه اليوم احنا مش معناها العقليه صحيحه نبرر لكم راهي عقليه غالطه راه تعرف جايك وفد صيني كيما القيد ولا المترجمه تلبس ماسك العاملين في النزل ما فيها باس يلبسوا ماسك مش معناها راه فما كورونا في الاوتي ويبدا خايف على اسم الاوتيل راهو ذي مشكل راهو لي مع طيار ذا الفيروس يدور في الاوتيل ويمرضوا نمرضوا جميع كو نحكي بيان سور مش قناعه ما نحكي كو نلبس ماسك تعرف اللوم لهنا على شكون
باش نحدوا مسؤوليات. علاش نقعدوا ديما احنا نحكيو ونحكيو ونحكيو في الاخر ما نعملوا شيء؟ اللوم على الناس اللي شاد القطاع، معناتها جامعات مهنيه، وزاره السياحه، وزاره الصحه. نورمالمون انت تبعث النزول الكل راهو بالسيف عليك، مش ما تخليها كل حد حر. صحيح. انا مهدي عندي اوتيل اكس، نقول الخادمه اللي عندي البسوا علي، لا ما تلبسوش. فهمت؟ لازم تولي حاجه اجباريه، معناتها هي فتره توا سبيسيال، معناتها وماهيش باش تطول، على خاطر كما قلنا في الصين وقفوا الرحلات، معناتها اسبوع اخر ما عادش باش نقوصوا حسينين في تونس. في الفترة هذه ما فيها باس يخرج، معناتها تمشي بيان الجامعة نتاع النزول، نتاع وكالات الاسفار للمطار، ديوان نتاع المطار، الاجراءات شنية لازمكم الناس الكل اجبارية تلبسوا، معناتها الواقي هذايا تستعملوا كجيل ديزانفيكتون، ما نخليوهاش مبادرات شخصية، هذا يعمل والاخر ليك هكا ما عملنا شيء. كيف ما بعثوش دي ماسك العاملين في المطار بربي تحكي لي عن نزول؟ والله حاجة صدمتني بحق ما راهو الماسك ما يتكلف شيء، راهو نحكيو على حاجة شو ما تكلف شيء؟ تجيب 2000 ولا بلا قديم فارماسي باكو ب 10000، باكو ب 10000 في قديم عاملين في المطار وفود جايه. لا هما بيدو الوفد، الوفد الوفد بيدو لابس ماسك ريتهم، والعامل في المطار مش لابس ماسك. والله العظيم اني مش عارفه البلاد هذي وين تحبوا توصلونا، والله ما احنا الاعلاميين باش نهبلوا رايتنا كل ما نوبه ريزيرفيو من توا. المهم كي تبدا اخبار كيما ذا عملت لي ريزرفاسيون بيان سور بنيت واحده كيماش. هو زاد يلزمنا، معناتها يلزمنا هنا نقولوا زاد واحد مش معناتها يتهم في وزارة الصحة مباشرة، لازمنا زاد نقولوا اللي إلى يومنا هذا تونس لاباس، تونس ما فيها حتى حالة متاع إصابة متاع فيروس كورونا. أي ما نحكيه احنا معناتها لهنا، وقت اللي أنت تنجم تحكي ما تنجم تحكي، يقول لك أنا اليوم عامل إجراءات الكل وما عندي حتى كام متاع فيروس. وكي تدخل كام متاع فيروس؟ خليك كي تدخل هذاك علم الغيب، خلينا نحكيه في الواقع. معناتها كي تدخل تنجم تدخل تونس، الكوت ديفوار، أمريكا، لأي بلاد، خلينا في الواقع. في الواقع لتوا لهنا إلى حد اللحظة نحمد ربي أنه تونس إلى يومنا هذا ما عندناش حتى كام متاع إصابة متاع فيروس كورونا، رغم نقص الإجراءات. معناتها لهنا يقول لك انا عامل، معناتها عندي اجراءات نتاع عامل مينيموم سترك ربي، خلينا نقولوا هذيك هي، يقول لك عندي انا بن عروه عندي اجراءات لهنا عاملهم، لكن هذا ما يناقش انهم يلزموا، معناتها انا خاصه مع التوعيه، مع التوعية مع السبوت في التلفزه في الراديو، يلزم معناتها الناس تعرف كيفاش تتوقع من الفيروس هذا. بربي شحال كلمة فيفيان جوست نجاوب عليه في نقطة، بربي خمس ساعات علاش انا نغزل وسامحوني في الكلمة على حكاية لي ماسك. لا 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 انا لا لا نجاوب عليه، قال لي ما يمنعش، لا ما تهبنيش، قلت لي ما هذا ما يمنعش معنا حتى حالة، احنا ما عندنا حتى حالة ومانيش قاعدين نقولوا ولله الحمد وغلو ماما، لكن انا قلت نجم تدخل لنا حالة. علاش؟ على خاطر احنا معنا حتى حالة والحمد لله، لكن اللي عامل في المطار، نحكي مش الشعب لازم يلبس ماسك، العام في المطار هو يستقبل في الوفد خاطر من باب الطياره اللي تمشي ولا البر والمواني، صحيح والمواني، انت العاملين في المطار تبدا 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 على السيديين سيرتو الكل يجيو على المطار، المطار فما بوسيبيليتي كل شيء والناس اللي كانوا شعلنا في السلعه ذيك هذيك صحيح اكثر توالي كيكا. ينجم بربي كم فكره، نجم يكون واحد صيني جاي حامل للفيروس مازال ما وصلش اصلا لاباري ماهيش في الدروج راه ماهيش في باب الطياره، معناتها تمشي ديجا وتتعدى بالعاملين، نجم انت باش لاباري ديتكتيت اللي هو عنده سخانه وطلعت بعض التحاليل اللي هي كورونا ديجا تعدي السيد. نجم. فهمت عليك؟ اما فما حاجه اخرى زاد مره باش ما نغلطوش زاد شويه، العباد ما عندناش ديفول ديريكت من بيكان لتونس، معناتها الكلهم يجيو على مطارات اخرين، معناتها ديجا تعداوا في دوحه في دبي ولا في كذا بلاد. معناتها في تونس كنا نتاسفوا. سيدي محرز زاد حاب اقولك حاجات، انتم تونسي وراديو ودرفيزو يزمو والي العباد كيفاش يلبس ماسك والساحة، ومش كان وقتاش فما بابليما وقتاش فما فيروس يزمو من صغال والي لهم حاجة ساحة والي لهم كيفاش كان لطفي عليك إن شاء الله لبس عليكم، كان فما حاجة بابليما كيفاش نحنا مات فهمت، مش كان والي لي فما بابليما بعد عباد كل يزمو عمد حكيكا من لول كما نحن في الصين وقتاش في ليكول ديجا والي لهم كيفاش وقتاش فما زلزال كيفاش وقتاش فما مرض كيفاش البسوا ماسك كل والي لهم تلفزيون والي لي في راديو والي لي انستي في المكتب ما سهر والي تعلموا تعلموا نطلب منك حاجه واحده ايش قلنا لها عامل انت باش تفهم اللي قلته هذا الكل باش نقول لك انا نخلصولك في جمله نجمش ترجم لي المثل هذا ما نعرفوه بقري بقري كان بالكرش
صعيبة لا تكرش راهي ما تعرفش الكرش هذه في الصين بربي سليم بسيم شو نقولوا بالصيني فيفيان اللي قلته صحيح بي من ما نحبش نعادي الحسن نعرف نحبوا ولا عجبناكم باش نحكيو على الوفود لا ما يوندو هيدر اوبتيميست هو اوني اوبتيميست احنا والعباد واللي تخدم والواحد ما تراه فما حال لازم فما التونسي تحب ولا تكره لازم عنده ان كوتي يقظ وحده حتى مسؤولين ما تعرف في 50-80% كي بداو طب معروفين وشاو دير شيرشور عندنا بالحق والله بصدق معناتها ونموت عليهم وهما بالحق موقفين البلاد معناتها موقفين البلاد انا متاكد تو ناس قاعده تفركس وناس قاعده تشارش وناس قاعده تعمل المشكل نتاعنا الشعب كان تعمل له انيسياسيون يقول لك بلا موجوده وهي مش موجوده المشكلة نتاعنا هو الشعب قلت لك بدلوا الشعب ما تحبوش لا ربي يفضلهم نعرف نفضلهم فيفيان دونك طرق الوقاية حكينا عليهم أكيد أنت تعرف أكثر على خاطرك مطلعة أكثر على كيفاش في الصين توا قاعدين يقاوموا في الـ في الـ في المرض هذايا كيفاش الوقاية أبار تغسل يدك لازم ديما أكثر حاجة تغسل يدك الماسك الحمد لله ما عندناش فيروس وني با ماناش مجبورين باش نلبسوا ماسك لازم أربس الساحة ولا مش لازم أربس لازم أربس الساحة ولا مش لازم أربس هذاك حتى تو يوصلوا لنا مساجات من المسؤولين يقولوا لنا راه علموهم في الميديا تنعلموهم لا بالحق الماسك لازم نلبسوه صحيح يا بنتي تونسي فماش كنت على ماسك وكيف عادي شنو الاخر ابار لي جيل بالعربي شنو المعقمه بلا المواد المعقمه شنو القتيل البر الكل شو اسمها الكول على الكول ما حدا حوايج تدخل الدم مش كان يديك ما كل شيء هذا الكول يزم 75% في تونس ما فماش الكول في تونس فماش في تونس ما فماش زيد ماكلة طايبة بالكدا مش تحب تقول الناس في تونس ما فماش ما نقص يدي الكول باهي نقصوا دينا كهو معناتها باهي كل ما عندناش منهم مش لازم نعملوا زي ما نقصوا يدي يزم مينيمون 20 سكوند حل في الكول يقول لك مرة مرة ما ننساو زادة راهي تحكي على الصين الصين بلد خارج منه الوباء راهو زينا معناتها نكونوا زادة لهنا معناتها ريزونابل شوية راهو معناتها مش ما نجموش نحكيو على معناتها نجموش نحطوا مقارنة بين الصين بين الصين بين الصين وتونس الصين الصين بلد خارج منه الوباء معناتها موجود فيه وهو اللي خرج منه الوباء دونك اوتوماتيكمون باش تكون اجراءات الوقايه اقوى برشا من الدول سبغية. الاخرى معناتها عادي لهنا انه معناتها احنا خلينا في الماسك ساعه نلوجوا على الكول صحيح احنا ما خلتناش الماسك نوفروا ماسك احنا معناتها صحيح عليك اغسل يديك اغسل يديك اولا فوالا فما فيروس ما فماش فيروس لازم نغسل يديك اول حاجه اوتخ في دار لاكسيدي به ماشي نعرفك ديما عندك مسجات تحب توصل لوزاره السياحه الاجراءات السويفي فهمنا فما مشكله في السويفي هو اخر وفد قلت لي جاي مازال وفد اخر نورمالمون لي ميت اذا اخر وفود اللي جايين من المغرب اخر وفود ان شاء الله ما فيهمش حدا يمكن الجمعه الجايه ما تبعد لو 5 لو 6 ما عرفتش تلقى ان شاء الله ما فيهمش اصابات ان شاء الله اما راهو اليوم لازمنا نحكيو وفي صافي صا مالوغوزمون الوقت قريب يفهم نحكيو على مشكله في السويفي معناتها كان لا قدر لا باغي ديتكتي شكون السخانه مرتفعه راهو على مشكله في السويفي لهنا على خاطر اليوم قلت لي فما نزل يرفضوا باش خاطر دي سي من وقت اللي لاباريت ديتكتي لين اللي يخرجوا لي زاناليز لازم يمشي يقعد في بلاصه يقعد في بلاصه اللي فيها يترتب في سبيتار معناتها في مساحه في مستشفى مش ما هو يقعد في زاناليز مش كان هو تمرض مش كان هو مريض اقعد لازم كل جروب اقعد مع بعض خاطر ينجم يكون عندهم مثلا مش يخليهم هو وياه مثلا صحيت هذوما يذول لي النقص توا اللي تتخانى مش مسانسين وانا نعذر يذول وباء عمرنا ما حكينا عن سنين ما حكيناش على وباء الجرب وقتها سليم 78 لا قديم 70 سبعينات دونك مش مساسين بالاوبا شنو ما انتم ما تستقبلوا في الوفود وتعرفوا تسافروا لكن سامحني سامحني راهو عندنا ثلاث سنين التالي عندك الانفلونزا الخنازير انفلونزا الطيور اش ان اش دو معناتها سي بريسك اش ان اش دو اش تروا اش كات هكاك بلاك ان بلاك دو مش بعيد عليها شنو نقص مهدي اليوم باش نطمنوا نطمنوا المواطنين 100% هذين نداء لوزاره الصحه شو الحاجات اللي اليوم الثغرات خلينا نقولوا اللي وزارة السياحة سمعت ثغرات اليوم اللي اللي تخلينا بتتخ نجمو الثغرة هذه كانت فوق حقها غالية ياسر
هي تو في الفتره اللي خادت فتره صغيره معناتها في البريود الصعيبه كيما نقولوا تعديت الحمد لله حتى لتو لاباس بقى يمكن اسبوع. اول حاجه الساعه احنا رانا ماناش ضد الصينيين وبالعكس معناتها حكينا عليه قبيله قلنا راهو مارشي تري امبورطون للسياحه التونسيه ويخدم في السياحه التونسيه في الفتره اللي هي ما فيهاش معناتها برشا اوروبيين ولا اسواق التقليديه الكلاسيك اللي مستسين يجيونا معناتها بالعكس تو راهو حتى اقتصاديا هربت بك شويه على السؤال ما هذا مهم ياسر باش تعرفوه زاد العباد وباش نتاثروا برشا أو جانفي فيفري مارس بريود اللي الوتلة كانت فيها فارغة من 2016 ل 2019 ولات الوتلة تخدم في جانفي وفي فيفري راهو يوصلوا ساعات 250-300 صيني في ليلة واحدة بيتين في نزل في حامات في توزر في دوز السائح الصيني راهو بارابور للكليون أوروبيان راهو يتسمى لو كليون بارفي. علاش؟ خاطر فما كيما تعرفوا الأوروبيين يجي عادي جمعة في أوتيل بحر بيسين بيسين بحر تونس ما ربحت منه شيء. الصيني اللي يجي لهنا هاو في فيان تعرف مش كيف كيف يعمل أن سيركوي نتاع 6-7 أيام كل ليلة في بلاد معناتها يدور من توزر لدوز لسوسة لجربة للحمامات في كل بلاصة يصرف في كل بلاصة يشري كونتاكت مع العباد ديريكت يحبوا تصاور يحبوا يقربوا للناس يحبوا يتعرفوا على حضارة جديدة النزول رابحة منه معناتها مش نزل واحد عدة نزول حتى المناطق الداخلية الجنوب وكالات الأسفار بيسك قاعد يخرج في رحلة فما ديلي سياحي قاعد يخدم فما سائق قاعد يخدم المتاجر معناتها المحلات نتاع الارتيزانا لي ريستورون توريستيك بيسك كل ما يخرج هو في النهار يعمل اكسكورسيون باش يمشي يفطر في بلاصه في حلق الواد في قروان في كل مره معناتها فما سيركوي كامل قاعده تخدم وتخدم فما نداء على السياح الصينيين قال لك بربي المعالم مثلا المعالم وكل شيء ولا هم يمشيوا لور بروبليم اللي ما فماش الكارت قالت للصينيين ما يحبوش يهزوا فلوس مع بعض خاطر ستينس وغادي ما يهزوش فلوس قال لك يتحرموا يلزم يتخل ما تعملوا اللي عملوا كل هو هكاك موضوع كبير احنا كيش نحكيه حتى على المارشي الشينوا لا خاطر هو حتى الشينوا جاوا المتاحف مشاو المتاحف يحبوا يعملوا فما نقص ساعات هاي الانترنت ساعات مكسره ساعات ما تنجمش تطورها حتى السياحه نحكي هذا كبير ان شاء الله نحكي وتجيب حدانا في ساعة سعيدة ما نشوفك في ساعة سعيدة أعطيني بربي دقيقة في يدك بالضبط ثغرات اللي تنجم تخلينا اليوم نجم لا يقدر خلينا نخلصوا كما نقولوا احنا عملنا توا الكاميرا وعملنا الديتكتور في المطار معناتها ماذا بينا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الحالات في صورة ما معناتها لقينا حالة اللي فيها حرارة مرتفعة تكون فما وحدة صحية تتكفل بها تقعد تحت الرعاية الصحية حتى لين تخرج نتيجة التحليل معناتها مش نخرجوا برا اللوتيل ولا برا من عرش وين حتى يجي ريزولتا خليه الوفد سو كنترول مش هو نجم كان ذا باش نخليه نسكروا الباب كومبليتوم هي سي فري خير هي ديما خير يتجاوبوا مع بعضهم هما من المستحسن ما تنخليوه الوفد بون باش يتعطل شويه سي فري مي هذا امن دوله كما قلنا امن قومي معناتها من المستحسن ما تكون الاجراءات اكثر معناتها كيفاش يقولوها صرامه سي سا فوالا ميرسي بوكو باللي هي كلمه صغيره برك في 20 ثانيه نداء لوزاره السياحه ما تحب نقول لهم كلمة واحدة أكسيون احنا حكينا معاهم برشا سمعونا برشا يزينا من الكلام نحبوا الاكسيون اعطينا توا كيفاش نجم نقدموا فما برشا مشاكل في الدومين نتاع لي غيد دو توريزم ونستناو في الحلول نتاعها وطالت شويه مع فتره الانتظار وميرسي بوكو يعطيكم الصحه حكومه جديده ان شاء الله خلوه في الحكومه الجديده حد يعطي كوره لي ميرسي محليك نورتنا ميرسي بوكو وشكرا لك فيفيان شكرا لك مهدي الحشاني نقول لكم ميرسي توت ليكيب ميرسي توت ليكيب جيب حللها وخليها لهنا ما تخرجش ميرسي توت ليكيب كانت هذه ترانكيلا لليوم نتلاقاو غدا في نفس التوقيت باي باي.